مشاهدينا وللاطلاع على آخر التطورات الميدانية في الساحل الأيسر من الموصل ينضم إلينا من محور الخازر موفد الحرة حميد زيباري. حميد، حدثنا عن أبرز التطورات، حيث أنت هناك حديث عن عودة حياة طبيعية إلى بعض المدن أو المناطق المحررة، كذلك عن قصف عشوائي لداعش. هل لنا بصورة أوضح عما يحصل؟ نعم، بالفعل اليوم كنا في مركز مدينة الموصل وفي بعض أحيائها هناك حياة طبيعية تعود إلى هذه الأحياء. بدأ المواطنون يزاولون أعمالهم اليومية. أنتم شاهدتم كما جاء في التقرير الازدحام الذي شهده اليوم سوق جوجلي، وجوجلي أصبحت بمثابة مركز تجاري لبقية الأحياء المحررة في مركز مدينة الموصل. بخصوص العمليات العسكرية في المحور الجنوبي حيث تتموضع قوات الحشد الشعبي، كان هناك صد لهجوم من تنظيم داعش على غرب مدينة تل عفر. أما في شمال المحور الشمالي أيضا كان هناك صد لهجوم لتنظيم داعش على الجيش العراقي الذي تتموضع في المنطقة الشمالية لمركز مدينة الموصل. أما في المحور الشرقي الذي حيث نحن نتواجد فيه حيث تتموضع قوات مكافحة الإرهاب، نترك تفاصيل سير العمليات العسكرية للأستاذ الفريق الركن عبد الغني الأسدي قائد قوات مكافحة الإرهاب الذي هو ضيف نشرة الحرة العراق. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. كيف هي سير العمليات العسكرية والوضع الأمني في مركز مدينة الموصل وفي الجانب الأيسر والأحياء التي تم استعادتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم وجولاتكم الميدانية اللي من خلالها اطمنون الشعب العراقي بصورة عامة وشعب الموصل، وتعكسون الصورة الناصعة والواضحة إلى العالم كيف تجري العمليات وما هو موقف داعش في هذه الأحياء. لحد الآن احنا أكملنا 40 حي من مجموع 56 حي في هذا المحور. قطاعاتنا اليوم كان لديها أعمال تعرضية باتجاه الحافة القريبة لمنطقة المعارض والحي الصناعي اللي خالية من السكان تماما، ولكن توجد فيها معامل تفخيخ، وتتوجه إن من هذه المنطقتين عجلات مفخخة. إن شاء الله اليوم تم تحديد هذا الحال، وأصبحت الآن بصعوبة أن ترسل عجلات مفخخة باتجاه الأحياء المحررة. اليوم كانت لدينا جولة في القاطع وتحديدا في الرتل الشمالي، وآخر نقطة وصلنا لها اللي هي آخر حي باتجاه حي السكر وحي المثنى اللي هو حي الفلاح. الأمور طبيعية جدا، المواطنين يتمتعون بمعنويات عالية جدا ويشعرون بالأمن والأمان، وأعتقد لو كنتوا معانا اليوم كان شفتوا المعنويات اللي تمتع بها المواطن الموصلي في هذه الحي. هل هناك خطط عسكرية للأيام القادمة؟ والأنباء تتحدث عن احتمال أنه تطبيق الاعتماد على الجهد الهندسي أكثر شيء. احنا الخطة العامة صدرت من السيد القائد العام للقوات المسلحة، واللي هي الوصول إلى الحافة القريبة لنهر دجلة. لا تغيير على هذه الخطة، ولكن خلال التطبيق من قبل القيادات الميدانية يصبح هناك تغيير نتيجة طبيعة الأرض، قتالات داعش، وجود وتواجد داعش. هذه ما تعتبر أنه تغيير في الخطة، وإنما هي الخطة واحدة، وفكرة العمليات صدرت تحديدا من السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، واللي حدد بها تحديد على الغاية أنه المحافظة على المواطن أولا ومن ثم مقاتلة داعش ثانيا. المدنيون يشكون من القصف المدفع العشوائي، وهناك أنباء تحدثت اليوم عن أنه المواطنين قاموا بقتل المفتي من داعش الذي أفتى بقصف المدنيين. هل لديكم أنباء مؤكدة عن قصدك المدفعية من داعش؟ نعم. اي حتى تكون واضحه، احنا بالنسبه لنا مقيدين
في الأسلحة الثقيلة إذا كانت مدفعية أو طيران جيش أو قوة جوية أو حتى طيران التحالف وحتى الهاونات. الآن ما نقدر نضرب داعش اللي هو يعني مختفي بين العوائل خوفا على عوائلنا، أما هو استخدم بعض الهاونات الخفيفة وخاصة الـ81، ولكن سرعان ما يتم القضاء على هذه المواضع اللي تنطلق من عندها نيران الهاونات، وإن شاء الله صار فترة أكثر من 20 يوم لم تكن هناك تضحيات بالنسبة للمواطنين المدنيين. يوم أمس شاهدنا بعض النازحين من الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة داعش، هم اشتكوا من المعاملة السيئة لداعش خلال هروبهم، تعرض بعضهم لعمليات قتل، هل هناك ممرات آمنة لهؤلاء للخروج من هذه الأحياء؟ احنا بالنسبة لسلوك داعش مع العوائل هذا مو جديد، لأن هو أخلاقهم، هذه أخلاقهم هو ضد الإنسانية، ضد المجتمع، ضد التحضر، ضد كل شيء، ضد كل الأديان السماوية. ولكن احنا أيضا نعم أمننا ممرات آمنة. حاول قبل 4 أيام داعش أن يدفع بقسم من العوائل مالته مع هذه العوائل، ولذلك وقفنا العملية وقدرنا أن نستخلص العوائل بعد أن بقوا يوم واحد، العوائل اللي هي عوائل الموصل، وأسكنناهم في مناطق قريبة من أحيائهم حتى إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة عندما يتم تطهير هذه الأحياء يعودون سالمين غانمين إن شاء الله. نعم، نشكركم سيادة الفريق على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. نعم زينة، بالعودة إليكم، الميكروفون لكم. شكرا لك ولضيفك الكريم، كنت معنا مباشرة من الساحل الأيسر من الموصل، محور الخازر، مفضل الحرة حميد زباري، كن على حذر.